الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم اعطينا الانطلاقة الرسمية لدوري مولاي الحسن للأجيال الصاعدة المنظم من طرف أكاديمية أطلسوريس الرياضية بأزيلال بشراكة مع المجلس الجماعي لأزيلال والمديرية الإقليمية للتربية والتعليم والرياضة بأزيلال. الحمد لله هذا الدوري هذا هو واحد الثمار ديال المجهود التنظيمي كبير ديال أكاديمية أطلسوريس وواحد التكملة ديال التدريب اللي كيقوموا بها الوليدات الناشئين في صنف في الرياضة صنف كرة القدم. هاد الدوري هذا فيه أربعة ديال الفئات، الفئة ديال الكتاكيت مواليد ديال 2013 2014 2015 2016 وفئة البراعم مواليد 2011 2012، فئة البراعم كذلك 2009 2010 وفئة الصغار 2007 2008. الحمد لله الدوري عرف واحد الإقبال واحد المشاركة اللي هي كثيفة من طرف مؤسسات عديدة وفرق عديدة اللي بلغ العدد ديالها 8 فرق في كل فئة. والحمد لله على انه الانطلاقه عرفت واحد النجاح واحد الانخراط اللي هو جيد من طرف الفرق المشاركه والمؤطرين ديالها والضيوف ديالنا. وشكرا جزيلا للشركاء ديال اكاديميه أطلسوريس جماعه ازيلال والمديريه ديال التعليم والصحافه الاقليميه بازيلال على التغطيه الصحفيه المتميزه وشكرا جزيلا. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.